هي المرجئة. بس بهالأي مرجئة. شو المرجئة؟ قالوا إيش؟ قالوا الإيمان بالقلب فقط. طب في مرجئة بعصرنا؟ يلي هون يطلق عليهم الآن حالياً إيش؟ المسلم الكيوت. المسلم الكيوت عنده كتير من فرقة المرجئة اللي هي الإيمان بالقلب والإسلام. طيب والإيمان، طيب الأعمال بالبنكرياس. الإيمان بالقلب ما يعني هون صف إيمانك مثل إيمان أبو بكر الصديق، وإيمان الرقاصة مثل إيمان أمهات المؤمنين. ما هي هذا بالقلب وهذا إيمان بالقلب، ما بتزبط. وإنما الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان هو ما وقر بالقلب وصدقه العمل. ففي عمل. أبو يستوي من بات طول ليله نائما ومن بات طول يومه غافلا مع إنسان قام من الليل حتى تتفطر قدماه. أو يستوي من أمضى يومه كله على مواقع التواصل الاجتماعي يتنقل من سخافة لسخافة ومن تفاهة لتفاهة، دخل إلى التيك توك ثم دخل إلى الانستغرام فقط يقلب الصفحات. ومن أمسك بكتاب الله يقلب صفحاته يمنة ويسرة يتدبر آناء الليل وأطراف النهار. أو يستوي إنسان مر فغض بصره ثم أمسك بلسانه فلم ينطق إلا بما أراد الله سبحانه وتعالى، مع إنسان يفري لسانه بأعراض المسلمين والمسلمات. لا يستوون عند الله، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فجماعة الإيمان بالقلب هم المرجئة، إيمان بلا عمل، بل ويأخذون ظاهر العمل فقط دون دين، أو يأتون إلى شطر آخر. يقول لك الإيمان الدين أخلاق أو الدين معاملة، ونقطة على السطر. نعم الدين معاملة، ولكن ليس فقط، فالدين معاملة وشريعة واعتقاد. ولذلك بتلاقي كتير من المسلمين الكيوت بيشوفوا واحد نصراني مات بس كان عنده أي إنجاز إنساني أو أي إنجاز يحكمون له بالجنة، لا أعماله منيحة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون إيش خلقه؟ خلقه بس لا، قال قبل الخلق في شغله، من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. شو الفرق؟ ما المشكلة أنت بيجي واحد أو تيجي واحدة بتقول يا شيخ قدم لي واحد أخلاقه بتجنن، باسك ما بصلي، باسك وجوه صغير، بس شو اللي باسك ما بصلي؟ هدم الركن الأعظم الذي بينه وبين الله. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فنحن نسير إلى الله وعندنا ثلاثة أركان، ركن فيما بيننا وبين الله وأسه وأساسه الصلاة، وركن فيما بيننا وبين الناس وأساسه التعامل والأخلاق، وركن فيما بيننا وبين أنفسنا بألا نكون ظالمين لأنفسنا. والله واحد يجي يقول لك أخلاقه منيحة وبيصلي ولكنه ظالم لنفسه، يؤذي نفسه. وذلك مثلا واحد بيحشش بقول لك انا معبق، ده حدا اخلاق منيحه مع الناس وبصلي ممكن ويشرب الخمر مثلا، هذا ظالم لنفسه. كثير من الناس بيظلموا حاله. ولذلك في ظلم النفس استاذن الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوصال. ما هو الوصال؟ ان يصوم الانسان فلا يفطر عند اذان المغرب، بل ربما يصل يوما ويومين وثلاثه تسحب معه ان شاء الله تصوف الهمه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في ظلم للنفس، ليه عم تظلم حالك؟ بل جاء عثمان بن مضعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه بالتبتل، يا رسول الله ذل أنه أنا ما أتزوج وأتفرغ، أفرغ راسي لشو؟ للعبادة. قال لك الزواج مجهد راس، حنشغل هون المرة بده شيء والولد بده شيء، يا خي خلينا أتفرغ للعبادة، مش جامع بك مش القرآن باكل لقمة وخذ القصة. فلم يأذن له، ليه؟ في ظلم للنفس، إن لنفسك عليك حقا. شو قال راوي الحديث؟ قال أنس ولو أذن له لاختصينا. كان كل واحد راح قطع ما بعرف إيش وخلاص، ما بدي أولاد، ما بدي أتزوج، كله هذا ليش؟ لا رهبانية في الإسلام، ما في ظلم للنفس. فأنت تسير إلى الله بثلاثة أركان ينبغي أن تضم مع الدين الأخلاق. واحد بيصلي وبصوم وكذا أخلاقه منيحة، لا في خلل. طب أخلاقه منيحة بس ما بيصلي ولا بصوم، كمان في خلل. وهذا بتلاقي كتير ناس والله أخلاقه بتجنن،
طب علاقته مع الله. ولذلك موضوع الزواج يتوقف على هذين الأمرين، دين وخلق. وكان ذلك حالنا مع الله، دين وأخلاق، شريعة وأخلاق، عقيدة وأخلاق. ولذلك نجد الآن الملحدين أو من قدم أشياء للإسلام أو عفوا للأمة اختراع واكتشاف ولكنه لم يعرف الله سبحانه وتعالى بالنار. قال سبحانه: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. شو عنده؟ أنفقوا كل الأرض، شوف، لا ما تقبل منهم. وين؟ توحيد أولا، عقيدة